أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في صحيح مسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، ومعناه القيام، ولأن ذكر القيام هو القرآن، وذكر السجود هو التسبيح، والقرآن أفضل، فكان ما طول به أفضل. وذهب بعض العلماء إلى أن السجود أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا خلاف كما ترى في أيهما أفضل، القيام أم السجود. من قال القيام أفضل احتج بهذا الحديث طول القنوت ومعناه القيام، وبأن ذكر القيام هو القرآن. وأجاب هؤلاء عن قول الآخرين أن السجود أفضل لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أن هذا فيما يتعلق باستجابة الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا يتعلق باستجابة الدعاء ولا ينافي أفضلية القيام. قال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه: اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وهذا مذهب الشافعي كما حكى المصنف. وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل: روي فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقض فيه أحمد بشيء. وهذه عادة الإمام أحمد رحمه الله، إذا كان في المسألة خلاف وكان كل قول يرجع إلى نص سكت، وإنما قصد هنا روي فيه حديثان: الحديث الأول أفضل الصلاة طول القنوت، والحديث الثاني إما حديث الباب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أو أنه قصد الحديث الآخر: أعني على نفسك بكثرة السجود، وكلاهما وارد. وإذن فالإمام أحمد لم يرجح، لأن هذا يشهد له حديث وهذا يشهد له حديث. وقال إسحاق يعني ابن راهويه: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام. فجمع بين القولين فجعل طول القيام أفضل فيما يتعلق بالليل. واحتج له ابن القيم بأن صلاة الليل خصت باسم القيام، ولهذا يقال قيام الليل وصلاة القيام في رمضان لأنها بالليل، ولا يقال قيام النهار. وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، يعني انتهى من ورده بالليل، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي، لأنه يأتي على حزبه وقد ربح كثرة الركوع والسجود. يعني رجل وظف لنفسه كل ليل أو كل ليلة جزءا أو جزئين، فانتهى من قراءتها فيجعل الوقت الباقي في كثرة السجود والركوع، يكثر الركعات، فإذا لم يكن انتهى من ورده فحتى ينتهي من ورده يطول القيام. قال الترمذي: وإنما قال إسحاق هذا لأنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام،
وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته، أو وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته صلى الله عليه وسلم من طول القيام ما وصف بالليل. وهذا أيضا تعليل يضاف إلى ما ذكره ابن القيم أن ما ذكر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الصلاة بالليل، كما تقدم معنا في حديث حذيفة كان يصلي ربما في الركعة الواحدة بالبقرة والنساء وآل عمران، وكما ورد في حديث أنس أنه صلى مرة بالبقرة، ومثل هذا لم يتفق في صلاة النهار. وهكذا ظهرت لك أقوال أهل العلم في هذا. ولو أضفنا قولا ربما كان فصلا للنزاع في هذا كله، ولابد أنه معتبر، أن العبرة بحال القلب، العبرة بحضور القلب، وأن حضور القلب ينبغي أن يعول عليه وأن يكون هو الميزان. فإذا وجد المصلي نفسه إذا أطال القيام حضر قلبه وتأثر بقراءة القرآن وانتفع بمعاني القرآن وتدبر قول الله عز وجل، وجد نفسه قد فتح له في هذا الباب، فحينئذ يكون القيام أولى وأفضل ولا بد. أما إذا وجد قلبه في السجود وفي التسبيح والدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى فلا بد أن هذا هو الأفضل، فلا ينبغي أن يقال مطلقا إن هذا أفضل أو إن هذا أفضل دون مراعاة حال القلب. لأننا لو قلنا بقول الشافعي إن الأفضل طول القيام فجعل الرجل يقف في صلاته ويطيل في القيام وهو غافل، فهذا قطعا غير المقصود. ولو قلنا بقول من قال بل كثرة الركوع والسجود فجعل الرجل في قيام الليل يطيل السجود ويطيل الركوع وهو غافل، فهذا أيضا قطعا أنه غير مقصود. وربما لم يذكر أهل العلم ذلك فيما وقفنا عليه لأن هذا الأمر كان عندهم لا خلاف عليه، فهو خاشع خاشع في القيام خاشع وفي الركوع والسجود خاشع، فهو يفاضل على هذا. أما أمثالنا فلتأخر الرتبة وتأخر الحال، فلا ينبغي أن يكون هذه المسألة فيها خلاف. مهما وجدت قلبك فكن ثم وراوح مكانك ولا تبرح هذا المكان. وأصل هذا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمر على آية فيتأثر بها، فربما أتى على الليلة كلها بهذه الآية لا يبرحها، كما في صلاته صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ومضى يكررها حتى أصبح. ودرج على هذا السلف أيضا كما عرف من فعل تميم الداري لما قرأ قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وجعل يكررها حتى أصبح. وأيضا حفظ من فعل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن غلاما لها وقد أرسلته إلى السوق في حاجة ودخلت في الصلاة فسمعها تقرأ قول الله تعالى قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتركها وذهب يقضي حاجتها في السوق ورجع فوجدها تكرر نفس الآية ما زالت. هذا وما في معناه يجعل ما ذكر هو الفصل إن شاء الله. قال رحمه الله فصل إذا سجد للتلاوة استحب أن يقول في سجوده ما ذكرناه في سجود الصلاة، ويستحب أن يقول معهم اللهم اجعلها لي عندك زخرة وأعظم بها لي أجرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها أو كما قبلتها من داود عليه السلام. ويستحب أن يقول أيضا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نص الشافعي رضي الله عنه على هذا الأخير أيضا. المصنف في كل باب يسرد حاصل المسألة في قوله ثم يخدم هذه المعاني بذكر النصوص. أما قوله
استحب أن يقول في سجوده ما ذكرناه في سجود الصلاة، فباعتبار أن السجود التلاوة سجود، ويشرع في السجود عموما الأذكار والأدعية، وهذا واسع على كل حال. لو قال ما قال مما قيل في السجود عموما في سجود التلاوة صح، لكن الأفضل أن يقول المأثور. وذكر المصنف ثلاثة آثار، ذكر الأدلة على الأولين ولم يذكر للثالث دليلا لأنه ليس له دليل. الآية يستحب أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نص الشافعي على هذا الأخير. سبق الشافعي بعض السلف إلى هذا، لكن ليس فيه نص ولا توقيف، إنما التوقيف في النصين الأولين. قال رحمه الله روينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال الترمذي حديث صحيح. زاد الحاكم فتبارك الله أحسن الخالقين. قال وهذه الزيادة صحيحة على شرط الشيخين. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وغيره، والزيادة أيضا فتبارك الله أحسن الخالقين عند الترمذي، وهي صحيحة كذلك. وعند ابن ماجه زيادة قبل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود التلاوة اللهم لك أسلمت وبك آمنت، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، ثم يقول ما ها هنا سجد وجهي للذي خلقه إلى آخر ما ذكر المصنف، فتبارك الله أحسن الخالقين. والحديث حسنه الحافظ ابن حجر والألباني رحمه الله. وحين تجد خلافا بين الكبار كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى والحافظ وغيرهما، وأنت مقلد فقلد الكبار ولا تقلد الطلبة، فإن الخطأ عند الطلبة أكثر من الخطأ عند الكبار. فإذا وجدت المحقق وهو من طلاب العلم خالف العلماء فأشدد يديك على ما قاله العلماء ما دمت مقلدا. أما إذا كنت صاحب مشاركة في هذه الصناعة ووقفت على ما قاله المصنف من سبب التضعيف مثلا لهذا الحديث، ونظرت فيما قاله الكبار كابن حجر رحمه الله أو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفهمت من هذا ومن هذا أصل القضية وسبب الخلاف، وتبين لك قول أن قول طالب العلم أقوى لوضوح الدليل، فأنت مع الدليل، وهكذا في بقية المسائل. على كل حال الحديث صحيح ويحفظ ويعمل به إن شاء الله. وأما قوله اللهم اجعلها لي عندك زخرا إلى آخره، فرواه الترمذي مرفوعا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن. وقال الحاكم حديث صحيح وهو كذلك، وقد أخرجه الألباني في صحيح ابن ماجه. وله قصة عند ابن ماجه وغيره أن ابن عباس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت، فسجدت الشجرة بسجودي، فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك زخرا. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجودي مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. وهذا عجب من العجب، ونحن نصدقه ما دام قد صح. شجرة سمعت سجود التلاوة فقالت مثل هذا، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.
وفي زيادة للترمذي وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وإذن فهذان حديثان أو ذكران يحفظان فيما يتعلق بالسجود التلاوة. وتقدم في درس الفقه أن أهل العلم اختلفوا هل سجود التلاوة الصلاة ومن ثم يشرع له ما يشرع للصلاة من وجوب الطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك أم ليس بصلاة. الجمهور أنه صلاة ويشرع له استقبال القبلة والطهارة، والراجح قول الظاهرية وغيرهم أنه ليس بالصلاة، لأن الصلاة أقلها ركعتان، إلا ما ورد النص فيه أنه ركعة واحدة كالوتر، أو أنه بلا ركوع ولا سجود لكنه صلاة كصلاة الجنازة، وما سوى ذلك فالأصل أنه ليس بالصلاة. ولهذا لو أنه قرأ السجدة وهو غير متوضئ يشرع له أن يسجد ولو إلى غير القبلة وبغير وضوء، وهذا أظهر إن شاء الله تعالى. ومن اللطائف ما تراه في رسم داود الإملائي وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، وأنه بواو واحدة. وفي المقابل ترى أن عمرا فيها واو زائدة، ومن هنا قال بعض الأدباء حتى ينبه على حفظ هذا الخلاف الإملائي، إنما كان ضرب زيد لعمر في اصطلاح النحاة قولا ورسما، يعني دائما يقول ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا. لماذا ضرب زيد عمرا؟ فيعني أخذها هذا الأديب وجعل لها سببا نافعا عند يعني أهل الإملاء والكتاب. إنما كان ضرب زيد لعمر في اصطلاح النحاة قولا ورسما أن داود قال يا زيد عمر أخذ الواو من حروفي ظلمة، فاجتهد في خلاص حقي منه واضربنه على التمادي حتما. يعني داود قال لزيد عمر خطف مني واو، داود ووين صارت تكتب واو واحدة، وأخذ هذه الواو من داود عمر أخذها ظلما، نعم ظلما إملائيا، فشكى داود إلى زيد وطلب منه ألا يبرح يضرب عمرا على يعني هذه الواو التي غصبها. هذا يعني من الملح، والمقصود منه أن تعرف أن داود تكتب بواو مع أنها تنطق بواوين، وأن عمرا تكتب بواو مع أنه ليس فيها واو، فكأن واو داود التي انتقصت أخذها عمرو. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول في رفع رأسه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين. السنة أن يكبر من حين يبتدئ بالرفع ويمد التكبير إلى أن يستوي جالسا. وقد قدمنا بيان عدد التكبيرات، وهذا أيضا تقدم أن هؤلاء الشافعية استحب المتأخرون منهم، وليس على هذا دليل، أن يبتدئ بالرفع ويمد التكبير إلى أن يستوي جالسا أو يستوي واقفا أو ينزل من قيام، وعللوا هذا بأنه حتى لا يعني يمر وقت دون ذكر. وقد قدمنا بيان عدد التكبيرات والخلاف في مدها والمد المبطل لها، هذا كله تقدم. فإذا فرغ من التكبير واستوى جالسا، يعني إذا جلس من السجود، فالسنة أن يدعو بما رويناه في سنن أبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرها من حديث حذيفة رضي الله عنه، أو عن حذيفة رضي الله عنه من حديث المتقدم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وقيامه الطويل بالبقرة والنساء وآل عمران وركوعه نحو قيامه وسجوده نحو ذلك. قال يعني في هذا الحديث وهو الشاهد: وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وجلس بقدر سجوده، وجلس بقدر سجوده. هذه هي السنة الضائعة،
التي تاهت منذ عصور الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن القيم رحمه الله: إطالة هذا الركن بقدر السجود، يعني وذكر أن هذا من السنة. قال: وهذه السنة تركها أكثر الناس بعد انقراض الصحابة رضي الله عنهم، أو بعد انقراض عصر الصحابة. ولهذا قال ثابت رحمه الله من التابعين: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. يقول ثابت لأصحابه: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكن بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم. ولا شك أن أنس يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالجلوس بين السجدتين السنة فيه الإطالة، كما ورد في حديث حذيفة كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، وجلس بقدر سجوده. فإذا أطال السجود متناسبا مع إطالة القيام والركوع فإنه يطيل كذلك الاعتدال من الركوع ويطيل الجلوس بين السجدتين. ولم يعد على هذا عمل الناس، لا أهل العلم ولا غيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل شك هذا بعض التابعين في زمان، وأن آخر العهد بهذا فعل الصحابة. ما الذي حدث؟ ربما بعض الناس لا يطيل لأنه لم يرد من الأذكار في هذا الموطن ما يسمح بالإطالة، لم يرد إلا هذا الذكر: رب اغفر لي رب اغفر لي، والذكر الذي بعده وهو أيضا أقل من 10 كلمات. فلماذا كانوا يطيلون الجلوس بين السجدتين؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أعانهم على هذا التدبر والخشوع، وإذا حضر القلب فلا بأس من تكرار هذا الذكر. ولهذا لكثرة الحضور ولغلبة حضور القلب والخشوع على السلف الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سهل عليهم التأسي بإطالة هذا الركن، ومثله الاعتدال من الركوع. ولغياب الخشوع في المتأخرين وما زال يغيب أكثر وأكثر، كان أحدنا يجتهد أن يتذكر هذا الأمر وينساه، وربما دخل في الصلاة وهو يريد أن يتسنن بإطالة هذا الركن فإذا وصل عنده نسي. يعني هو داخل خلاص أنا عرفت أن إطالة الجلوس بين السجدتين سنة، سأقوم أصلي الآن لآتي بهذه السنة، هو نوى هذا، لكن لغياب الخشوع ما أن يدخل في القيام والركوع ويصل إلى هذا الركن حتى يكون نسي. نعم، هذه يعني هي الحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وبما رويناه، يعني يقول أيضا بين السجدتين هذا الذكر الثاني، وبما رويناه في سنن البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فذكره، يعني ذكر الحديث، قال: وكان إذا رفع رأسه من السجود قال: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. وفي رواية أبي داود: وعافني، وإسناده حسن والله أعلم. وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة وفي صحيح ابن ماجه وغيره من كتبه. فصل: فإذا سجد السجدة الثانية، الآن جلس بين السجدتين ونزل إلى السجدة الثانية، قال فيها ما ذكرناه في الأولى سواء، لأن هذه سجدة وهذه سجدة، فإذا رفع رأسه منها رفع مكبرا وجلس للاستراحة جلسة لطيفة بحيث تسكن حركته سكونا بينا. وهذه جلسة الاستراحة قال بها الشافعي رحمه الله وجماعات من أهل الحديث وأهل الظاهر، ورجحها الشيخ الألباني رحمه الله والشوكاني وغيره، وعند الإمام أحمد روايتان في هذا. وأصل قول الشافعي بهذا وغيره أنها وردت في الحديث الذي سيأتي أن مالك بن الحويرث نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
وذكر أنه كان يجلس للاستراحة، لكن الجمهور لم يستحبوا هذه السجدة. فما العلة في هذا؟ قالوا كانت الصلاة تتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروي عنه ذلك إلا مالك بن الحويرث، وغيره روى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جلسة الاستراحة. فالظاهر من هذا أن جلسة الاستراحة لم تكن من غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه، والظاهر أنه، وقد ورد هذا في بعض الروايات لكن لم يصححها الفريق الآخر وغيرهم ممن قال هي سنة، ورد في بعض الروايات أنه كان يفعل هذا يعني العارض أو نحو ذلك. فقال هؤلاء الجمهور إن جلسة الاستراحة تكون عند سبب من مرض أو ضعف أو بدانة أو نحو ذلك، والأصل ألا يجلس جلسة الاستراحة دائما. لكن هذه الحجج ردها الذين قالوا بمشروعية جلسة الاستراحة، وهذا القول أقوى، لأنه إذا ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه موقت بوقت وحال، فالأصل إعمال هذه السنة. وبناء على هذا فالسنة الجلوس جلسة الاستراحة من كل ركعة يقوم فيها كما سيأتي في الحديث، يعني الركعة القيام إلى الثانية أو القيام إلى الرابعة يجلس جلسة الاستراحة. ويشرع له أيضا أن يعتمد على يديه، وقد صح في الصحيح الاعتماد على اليدين، وصح أيضا خارج الصحيح أن يكون كهيئة الذي يعجن، يعني يجعل قبضته على الأرض. كل هذا من سنن الهيئات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المصنف هنا يقصد ما يتعلق بالأذكار، والذي يتعلق بالأذكار هنا كيفية أداء ذكر التكبير، وهو الذي يفصله. قال فإذا سجد السجدة الثانية قال فيها ما ذكرناه في الأولى سواء، يعني من الأذكار المتقدمة كالتسبيح ونحوه، فإذا رفع رأسه منها رفع مكبرا، يعني أول ما يرفع يكبر، وجلس للاستراحة جلسة لطيفة بحيث تسكن حركته سكونا بينا. هذا معنى جلسة الاستراحة، لا يطيل كالتشهد وإلا تبطل صلاته، ولا يقوم مرة واحدة، وإنما يجلس حتى تسكن أعضاؤه ثم يقوم، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويمد التكبيرة التي رفع بها من السجود إلى أن ينتصب قائما، ويكون المد بعد اللام من الله كما تقدم. هذا أصح الأوجه لأصحابنا، وهذا الوجه ليس بصحيح وتقدم هذا، ويشق خصوصا في هذا الموضع، لأنه قال يرفع رأسه فيبدأ التكبير ويمد التكبير إلى أن يقف مع جلسة الاستراحة، فكيف تتصور هذا؟ يعني يرفع رأسه من الأرض ويقول الله ويجلس الاستراحة وما زال يمد الله ولا يقف عند هذا إلا أن يستتم قائمه، فتصور هذا صعب. وإنما جرهم إلى هذا اجتهادهم في ألا يتركوا موطنا ليس فيه ذكر، وهذا بعيد في تطبيقه، ولم ينقل مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا فهذا أصح الأوجه عند الشافعي في كل هذه المواطن، أو عند الشافعية بالأحرى. وفرق دائما بين ما يكون عند الشافعي وعند الشافعي، انتبه لهذا في الخلافات والفروع. الأصحاب يفرعون تفريعات معينة وينسبون لصاحب المذهب، ولا يلزم أن يكون هو قاله، لكن الذي يقوله ما ينقل عنه أو ما ينقل له قول فيه، فيقال هذا قول الشافعي رحمه الله. أما بعض الأقوال تكون في المذهب وتنسب إلى الأصحاب، ويكون هذا تفريعا على أصول المذهب، ولا يلزم أن يكون الإمام قالها. فدائما فرق، لأن بعض الأقوال التي تنسب إلى الشافعية أو إلى غيرهم بعيد أن يكون الشافعي نفسه قالها والتزمها أو غيره من الأئمة.
قال ولهم وجه، إذن هذا الوجه الثاني أنه يرفع بغير تكبير ويجلس الاستراحة، فإذا نهض كبر، هذا أخف، يرفع بغير تكبير يعني يرفع رأسه من السجود ويجلس ولا يتكلم، وبعد جلسة الاستراحة ينهض، فإذا نهض كبر يعني يقولها فوق، هذا الوجه الثاني. ووجه ثالث أن يرفع من السجود مكبرا يعني يرفع بالتكبير، فإذا جلس قطع التكبير يعني يقول الله أكبر ويجلس، ثم يقوم بغير تكبير لأنه قطعا لن يكبر مرتين، ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرتين في هذا الموضع، وإنما قال أصحابنا الوجه الأول أصح لئلا يخلو جزء من الصلاة من غير ذكر. ومعلوم أننا لو قلنا للمصنف أو لأصحابه طيب طبقوا لنا تطبيقا عمليا القول الأول لعجزوا، صلي لنا بهذه الطريقة وارفع رأسك وابدأ في التكبير واجلس جلسة استراحة ولا توقف على التكبير حتى تنهض قائما، قطعا هذا من غير الممكن، وإلا كان خروجا بالصلاة عن مقصودها. على كل حال الوجه الثالث أن يرفع من السجود مكبرا، فإذا جلس قطع التكبير ثم يقوم بغير تكبير، هذا الوجه له ما يدل عليه من السنة، فقد روى أبو يعلى حديثا أخرجه الألباني في الصحيحة، كان إذا أراد يعني النبي صلى الله عليه وسلم رقم 604 كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة هذا هو الشاهد كبر ثم قام. قال الألباني رحمه الله والحديث نص في أن السنة التكبير ثم السجود، التكبير ثم السجود يعني إن كان قائما، أو العكس التكبير ثم القيام إن كان جالس، وهذا هو الشاهد هنا، وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض، ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام، هذا رد على القول الأول للشافعي. وتأمل في هذا الحديث فإن فيه فائدة أخرى، كان إذا أراد أن يسجد يعني من قيام كبر ثم يسجد، تخيل نفسك عند الاعتدال من الركوع تريد أن تسجد، لو أنك كبرت ثم سجدت لأنكر عليك بعض الناس وقالوا المأمومون يسبقونك، فماذا تفعل حتى لا يسبقوك؟ خرجوا بشيء جديد ليس ثابتا في السنة، قالوا حتى لا يسبقك المأمومون، والكلام للإمام، لا تكبر حتى تطمئن ساجدا وتمكن جبهتك من الأرض، فترى الإمام من هؤلاء ينزل وأنت تتعجب تقول رجل ينزل وما كبر، وهو يقصد هذا، فإذا سجد ونزل ومكن جبهته من الأرض وأنت فوق يعني تغلي وتقول ما الذي حدث فين، حتى يقول الله أكبر، لا شك أن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. غاية ما يقال وقد ورد هذا عن السلف أنه يقرن بين النزول وبين التكبير، لا بأس لو كبرت وأنت نازل وأنت طالع الأمر واسع، لكن تتم السجود وتمكن جبهته ولم تكبر بعد، هذا ليس أو لا أعلم فيه نصا، بل هذا النص الصحيح خلاف هذا، كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد. ولا يشكل على هذا أن الناس يسابقونه، لأن الواجب على الناس ألا يسابقوا الإمام، وهذا خطأ المأموم، وليس على الإمام أن يخالف السنة حتى يعني لا يخالف المأموم. نعم، على كل حال الأمر واسع في القول الثاني والثالث. واعلم أن جلسة الاستراحة سنة صحيحة ثابتة في صحيح البخاري وغيره من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصنف لم يذكر النص هنا ولا هنا، والحديث ما ذكرناه من قبل، حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي قاعدا، إذا كان في وتر من صلاة، وتر من صلاة يعني الركعة الأولى أو الثالث
هذا الوتر لم ينهض إلى الثانية أو الرابعة حتى يستوي قاعدة، وهذا حديث صلاة أو جلسة الاستراحة. قال ومذهبنا استحبابها لهذه السنة الصحيحة، لهذه السنة الصحيحة، يعني ولا عبرة بقولي من قال بعدم استحبابها لأنها لم تروى إلا من حديث مالك بن الحويس، لا إشكال، يكفي في إثبات السنة نص واحد. ثم هي مستحبة عقيب السجدة الثانية من كل ركعة يقوم عنها كما في الحديث، ولا تستحب في سجود التلاوة في الصلاة، والله أعلم. يعني هل تستحب جلسة الاستراحة في سجود التلاوة؟ قال المصنف لا تستحب، وهذا الراجح فيما يظهر. لماذا؟ لأنه لم يرد أن النبي كان يجلس للاستراحة من سجود التلاوة، بل ورد أنه كان إذا كان في وتر من صلاة، يعني إذا قام للثانية أو الرابعة، لكن إذا مرت سجدة ونزل وسجد فإنه يقوم من غير جلسة الاستراحة إذ لم يرد مثل هذا. باب أذكار الركعة الثانية. اعلم أن الأذكار التي ذكرناها في الركعة الأولى يفعلها كلها في الثانية على ما ذكرناه في الأولى من الفرض والنفل وغير ذلك من الفروع المذكورة إلا في أشياء. الآن انتهت الركعة، طيب الركعة الثانية يفترض أنها كالأولى تماما في ركوعها كالركوع الأولى وسجودها واعتدالها وجلوسها بين السجدتين إلا في ثلاثة أشياء ذكرها المصنف. أحدها أن الركعة الأولى فيها تكبيرة الإحرام وهي ركن، وليس كذلك الثانية، فإنه لا يكبر في أولها، وإنما التكبيرة التي قبلها للرفع من السجود مع أنها سنة. يعني التكبيرة في أول الركعة الثانية تسمى تكبيرة انتقال، وهي سنة عند الشافعي والجمهور، وتقدم أن الراجح قول الحنابلة والظاهرية أنها واجبة، وتقدم أيضا الفرق بين الواجب وبين المستحب أو السنة باصطلاح. والثاني لا يشرع دعاء الاستفتاح في الثانية بخلاف الأولى، لأن الأولى بداية الصلاة فيها دعاء الاستفتاح، وقد مضى فصل في أدعية الاستفتاح، أما الثانية فلا يستفتح فيه. الثالث قدمنا أنه يتعوز في الأولى بلا خلاف، وهذا يستحب عند الجمهور وأوجبه بعض أهل العلم وهو الظاهر، إذا قرأت القرآن فاستعذ لورود الأمر. وفي الثانية خلاف، الأصح أنه يتعوذ، يعني في الركعة الثانية هل يتعوذ قبل الفاتحة أم لا يتعوذ، هذه وقع فيها خلاف، الأصح أنه يتعوذ. سبب الخلاف أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي لها استعاذة واحدة وبالتالي يتعوذ مرة واحدة في الركعة الأولى، أم أن لكل ركعة قراءتها ومن ثم يلزم لها استعاذتها. الراجح أن لكل ركعة قراءتها، لأنه وإن كانت القراءة قراءة واحدة إلا أنه قد طال الفصل بين الركعة الأولى أو القراءة في الركعة الأولى والقراءة في الركعة الثانية، وإذا طال الفصل شرع أن يستعيذ مرة أخرى، لكن الخلاف في هذا واسع على كل حال. الرابع يعني من الخلاف بين الثانية والأولى الركعتين، المختار أن القراءة في الثانية تكون أقل من الأولى، وفيه الخلاف الذي قدمناه. يعني تقدم لو أنك تذكر، وكيف تذكر؟ تذكر إذا كنت ترجع وتقرأ الكلام مرة أخرى لكي تحفظ ما يحتاج حفظه أو ما يحتاج إلى الحفظ، أو كلما مر باب كامل كأذكار الصلاة كاملة وانتهت الصلاة مثلا تراجع الكتاب وتقرأه وتمر عليه. إذا قرأ الشيء مرة بعد مرة ذكر، وإذا اكتفي بجلسة المسجد كان هذا أقل نفعا، سينفع إن شاء الله لكنه أقل نفعا، خصوصا إذا كان الذهن ليس بذاك الحضور، ولهذا ينصح أن تراجع مرة بعد مرة، وهذا في الحقيقة أرفق بك وأسهل عليك، لأنك لو راجعت مرة بعد مرة وقرأت مرة بعد مرة وضبطت الأمر من أول مرة سوف لا تنسى، لكن إذا كان الضبط 50% كما يقولون سيصبح بعد شهر 20%، وبعد سنة قد يبقى معك منه يعني 5%.
وهذا قليل. فعلى الأقل إذا قرأت مرة بعد مرة ونسيت، إن تنسى فلا تنسى مكان المرجع، تقول هذا على الأقل أنا نسيت، لكن هذا كنا درسناه في كتاب الأذكار وأنا سآتي به في خلال دقيقة، وتتوجه إلى الكتاب وتفتح الصفحة وتخرجه. لكن الذي لا يحسن يذاكر قد يذكر المسألة ولا يدري أين قرأها، يقول أنا فاكر أنها مرت علي، فين يا رب فين، في تفسير ابن كثير، فين يا رب فين، في جريدة الأهرام، كله داخل في بعضه لأنه ما يدري. لكن طالب العلم إن نسي والكل ينسى، يقول لا هذه المسألة أحسن من بحثها فلان، لأنه لما ذكرها ذكرها باستحضار، فلا ينسى أبدا مواضع الفوائد التي مرت عليه، حتى لو نسي أصل الفائدة يرجع عليه في دقائق. ولهذا ننصح مرارا يعني المراجعة والقراءة، وأنت تراجع لنفسك، لا يلزم، قد لا يتفق لبعض الظروف التي يعني تقال والتي لا تقال، قد لا يتفق أننا نعقد امتحان كل أسبوع أو كل أسبوعين، هذا جيد وحسن، لكن قد يكون في هذا بعض الإشكالات، إشكالات فنية. نعم، فإذا لم يتيسر هذا فعلى الأقل أنت حسيب نفسك ومسؤول عن نفسك، اعقد لنفسك امتحان، قل أنا سأمتحن أو سأمتحن نفسي في أذكار الصلاة كلها عمليا، الله أكبر، دعاء الاستفتاح، عندك كم دعاء استفتاح، وتبدأ تدور، تقول ولا مش فيش خالص اللي أنا عارفه من قبل الدرس، يبقى الدرس أفادني إيه؟ بعد الدرس تقول لا، وجهت وجهي لرجحه الشافعي، وسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك لرجحه الإمام أحمد، العشر وجوه ذكرها ابن القيم، مع أنت برضو بتكتب، خد بالك في ناس قاعدة سميعة ونظارة، يحسن يسمع ويحسن ينظر، وفي ناس ماسك القلم وعمال يكتب الفوائد الزوائد. فإذا راجع الكتاب وراجع الفوائد الذي كتبها، هذا الكلام يعني يثبت معه. الذي ليس في يده قلم ولا يكتب ولا يسجل ولا يفعل شيئا، لو أحسننا الظن به وأنه لم ينعس وهيهات، ولم ينم وهيهات، فضلا عن ما قد يزيد على هذا، لو أحسننا الظن فإنه يعني سيكون ساهيا وغير حاضر. نرجو إن شاء الله المرة القادمة نشوف الأقلام تعمل عملها، هذا ينفعك الله به. قال رحمه الله: المختار أن القراءة في الثانية تكون أقل من الأولى، وفيه الخلاف الذي قدمناه، تقدم هذا الخلاف، وأن بعض أهل العلم قال القراءة في الثانية كالأولى، والبعض قال الأولى أطول من الثانية، وهذا الذي ثبت في السنة أن القراءة في الأولى أطول من الثانية، بل تكون الثانية على النصف من الأولى كما ثبت في صلاة الظهر والعصر وغيرها، لكن هذا بشرط أن يطيل الأولى، فإذا لم يطل الأولى فلا حاجة لمزيد تقصير في الثانية. يعني لو صلى في الركعة الأولى بالضحى والليل لا يقول الثانية بقى النص ودي السنة، يبقى خلي الثانية يقول والله أحد، لا، لا يلزم هذا، لكن إذا أطال في الأولى إطالة مناسبة ظاهرة يمكن أن تكون الثانية أقصر. نقف عند باب القنوت في الصبح، والحمد لله رب العالمين. يسأل عن حكم الاستعاذة بعد الفاتحة في كل ركعة في التراويح. أنت في التراويح تستمع والإمام هو الذي يستعيذ،